بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خدنا مفهوم الداتابيز والكلاس والكلاستر جوه الاورينت داتابيز، هناخد مفهوم اسمه الريكورد. والريكورد ببساطه هو السمول يونت، اقل وحده احنا بنستخدمها عشان نقدر نلود فيها او نخزن فيها البيانات، تمام؟ وبتتخزن لاربع انواع اساسيين. الريكوردز ده ممكن يتخزن جوه دوكيمنت، جوه حاجه اسمها ريكورد بايتس، جوه حاجه اسمها فيرتكس، جوه حاجه اسمها ايدج. ادي عندك اربع حاجات اهم، الريكورد ده ممكن يكون واحد منهم. خلاص كده، السمول يونت دي تكون متخزنه في واحد من دول، يا دوكيمنت يا ريكورد بايتس يا فيرتكس يا ايدج. تعال نعرف بقى كل واحد من دول يعني ايه. همسك الفيرتكس. الفيرتكس هو اوبجكت اورينتد داتابيز از نوت اونلي ذا كومنت داتابيز بس، يعني بقول لك اسف الاورينت، الاورينتد داتابيز مش دوكيمنت بس، لكن هي برضو جراف، تمام؟ ولذلك هتلاقي في بعض الكلمات جديده عشان تغطي المفهوم اللي بيمشي مع الاثنين. خلاص، المفهوم بتاع الفيرتكس والايدج هو ده اللي بنستخدمه عشان نخزن الداتا بتاعتنا في فكره الجراف داتابيز، تمام؟ بنسميهم فيرتكس وايدج، وهنقول الفرق طبعا ما بينهم ان شاء الله، عشان نخزن الداتا بتاعتنا في الجراف داتابيز، فيرتكس او ايدج، تمام كده؟ الجراف داتابيز الموست بيزك يونت اوف داتا هو النود. يعني انت لو رحت اتعلمت اي حد بيتكلم على الجراف داتابيز هتلاقيه بيقول لك ان النود هي الوحده الاساسيه للبيانات، تمام كده؟ هنا ما يقابلها عندنا في الاورينت داتابيز حاجه اسمها فيرتكس. الفيرتكس علشان يقدر يتكلم على المفهوم اللي هو ما بين الايه الدوكيمنت وما بين الجراف، تمام كده؟ يبقى الفيرتكس بتستور الانفورميشن فور ذا داتابيس، تمام كده؟ كويس. الايدج بقى ايه هو؟ طالما انت قلت ده او ده، يعني في برضه ريكورد تايب كده اسمه ايدج، تمام؟ بيكونكتس وان فيرتكس تو انذر. يعني لما نيجي فيرتكس بنوصله فيرتكس زي اكنك كده تيبل مع تيبل، يعني اما دي بيكونكتهم مع بعض بنوصلهم من خلال حاجه اسمها ايدج، تمام كده؟ ايدج. الايدج ده باي دايركشنال، يعني ثنائي الاتجاه، يعني رايح جاي، وبيقدر يكونكت تو فيرتسيز مع بعض. فيرتسيز، خلاص، اثنين فيرتسيز يقدر يكونكتهم من خلال ايدج، والايدج رايح جاي، تمام كده؟ يعني بيتقرب من الاتجاهين. يبقى احنا عندنا وطبعا يبقى احنا كده عرفنا ان الفكره بتاعت الفيرتكس والفكره بتاعت الايدج، تمام؟ طبعا ممكن اكون بجيبك على المفاهيم دي وما تبقاش فاهمها 100%، مش مهم، بس خد مني كل الاسماء دي عشان انا بعد كده ما اجي استخدمها تبقى انت بتركب وبتفهم شويه، عشان ما اجي استخدم الكلمات دي تبدا تقول تستوعب، تقول اه ده اللي كان يقصد بيها كذا، لكن خدها مني ولو حتى 60% او 50 حتى في المية، تمام؟ يبقى في تو تايبس اوف ايدجز في الاورينت داتابيز. في حاجه اسمها يعني كمان الايدجز دي كمان فيها تفصيله، يعني ما كنتش المفروض اقول المعلومه دلوقتي بس يعني خلينا نقولها عشان ما لخبطكمش. يعني في ريجولار ايدج عادي، وفي واحد تاني اللي هو لايت ويت هنتعرف عليه، يعني في نوعين برضو من الايدج دوت، تمام كده؟ طيب الدوكيمنت هو عباره عن جيسون فايل عادي جدا ممكن تستخدمه، يعني هو بيبقى كده اوبجكت وحاجه بتساوي اري اور اوبجكت اور، يعني هنا او فاليو على طول مباشره، او اوبجكت هنا زي النيم، او اري زي الفونز، او اري اوف اوبجكتس او كده، جيسون جيسون، تمام؟ وده ممكن ديفاين ككلاس، وممكن يبقى نوت ديفايند، وده طبعا سكيم لس. يعني ده ريليشن شيبس. طيب دي كده كانت الدوكيمنت والايدج والفيرتكس والريكورد، تمام كده؟ هنتكلم بقى، يعني كده عرفنا الدوكيمنت والفيرتكس والايدج والريكورد. هاخد بس الريكورد بايتس لان ده يبقى بالنسبه لنا سهل. الريكورد بايتس هو زي البي ال او بي اللي موجود في الريشن داتابيز، اللي هو ايه الباينري لارج اوبجكتس، اللي هي فايلات بقى الاوديو، فايلات الفيديو، فايلات الايمجز، فاهمني؟ في الاورنت داتابيز بتلود وتستور الدوكيمنت ريكورد تايب على باينري داتا. الباينري داتا دي بتتخزن في حاجه اسمها ريكورد تايب. لما اقول لك ريكورد بايتس يبقى انت فاهم ان انا اقصد الايه اللي هو الايه البي او لو بي اللي هو الاوبجكت الباينري لارج اوبجكت. كده احنا عرفنا يعني شرحنا كده فكره السلايدز دي على السريع، اللي هي الريكورد، الدوكيمنت، الريكورد بايتس، الفيرتكس، الايدج. هاخد بقى اخر مفهوم انا عايز اتكلم عليه اللي هو اسمه ريليشن شيبس، العلاقات. الاورينت داتابيز
بتسبورت تو كايندز اوف ريليشن شيبس، عندها نوعين من الريليشن شيبس مش واحد. الريفرنسد اللي هو بيشير من ده يشير لده، وده المشهور في الريليشنال داتابيز. في حاجه اسمها الامبيدد، تمام كده. الريفرنسد ريليشن شيب اللي هو بتستور دايركت لينك تو ذا تارجت اوبجكت اوف ذا ريليشن، على طول التارجت لينك على طول مباشره، تمام. الامبيدد ريليشن شيب مينز ايه؟ ات ستور ذا ريليشن شيب within the record that embedded it، يعني بنخزن العلاقه ذات نفسها في نفس الريكورد اللي انت فيه، تمام. الريليشن شيب دي طبعا اقوى من الريفرنس في بعض الاحيان، مهمه جدا وقويه جدا. دي كده كانت المفاهيم الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم عليها على الاورينت داتابيز. وتبقى لنا بقى نشوف انواع اللي هي المودلز بتاع الداتابيز، ونقول بقى المودل ده بيستخدم ايه من المفاهيم دي، والمودل ده بيستخدم ايه من المفاهيم دي، عشان نرتب بس شويه اكتر قبل ما نبدا نطبق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.